سائل: ما معنى قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقوله تعالى إن كيدكن عظيم؟ وهل صحيح أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان؟ الله أعلم. النساء لها كيد والشيطان له كيد، وقد يكون كيد النساء أحيانا أقوى من كيد الشيطان، وقد يكون كيد الشيطان أحيانا أقوى من كيد النساء. هذا بحسب المواقف، اختلاف المواضع. نعم.